السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في بلاغ رسمي من محققي التكساس بالولايات المتحدة أن الديتا سيكوريتي أو تشفير البيانات لهواتف الأندرويد الحديثة والأندرويد 10 لقد أصبحت أفضل بكثير وأكثر أماناً من أجهزة الآيفون. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو المرجو الضغط على الزر لايك لكي تقوم بتحفيزي لكي أقدم المزيد إن شاء الله، والضغط على الزر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقى دائما في متابعة باقي حلقتنا القادمة إن شاء الله. تحاول الحكومة الأمريكية الضغط على شركات مثل أبل لإنشاء باب خلفي في هواتفها الذكية لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على الوصول إلى البيانات المشفرة أو الديتا عند الحاجة. يمكن لمثل هذا الباب الخلفي أن يساعد الوكالات على جمع معلومات مهمة عن المحتجز، والتي يمكن استخدامها كدليل في محكمة قانونية. ومع ذلك فقد ناقش النقاد أن إعطاء الحكومة سهولة الوصول إلى بيانات الهاتف الذكي يهزم الغرض كله من تشفيره في المقام الأول. أبل من بين شركات أخرى رفضت التعاون حتى الآن، لكن تقريرا حديثا من نائب يدعي أن الحكومة تقوم بعمل لائق في تكسير تشفير الهواتف الذكية حتى بدون مساعدتهم عندما يتعلق الأمر بمعظم أجهزة الآيفون. ومع ذلك أصبحت الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أكثر صعوبة بشكل متزايد، خصوصا في الهواتف الجديدة أو هواتف جوجل بيكسل أو الأندرويد 10 بشكل عام. يستشهد التقرير ببيانات المحقق ريكس كايزر الذي يجري اختبارات الطب الشرعي الرقمية لإدارة شرطة فورت وورث. في بيانه قال كايزر: قبل عام لم نتمكن من الدخول إلى أجهزة الآيفون، ولكن يمكننا الوصول إلى جميع أجهزة الأندرويد، ولكن الآن لا يمكننا الوصول إلى أجهزة أو الكثير من أجهزة الأندرويد، ولكن يمكننا الوصول بسهولة لأجهزة الآيفون. يكشف التقرير كذلك أن سيليبرايت، وهي شركة تستأجرها الوكالة الحكومية لتكسير الهواتف الذكية، لديها بالفعل أداة يمكنها كسر تشفير الآيفون وصولا إلى آيفون X والآيفون 11. يمكن للأداة بنجاح الوصول إلى باحثين إلى بيانات مثل سجلات الجي بي إس أو الرسائل أو سجلات المكالمات أو جهات الاتصال أو حتى البيانات من تطبيقات محددة مثل إنستغرام، تويتر، لينكدين وغيرها، والتي يمكن استخدامها لمحاكمة المجرمين. ومع ذلك فإن أداة سيليبرايت نفسها لم تشهد نجاحا كبيرا مع تشفير أندرويد على مجموعة متنوعة من الهواتف. على سبيل المثال، لم تكن الأداة قادرة على استخراج أي وسائط اجتماعية أو تصفح الإنترنت أو بيانات جي بي إس من أجهزة جوجل بيكسل، خصوصا جوجل بيكسل 2 و 3 التي تتميز بوحدة أمان الأجهزة المقاومة للعبث. وأيضا لدينا في الصف الثاني سامسونج جالاكسي S9 وهواوي بي 20 برو. لم يتمكن البرنامج من الوصول إلى أي شيء على الإطلاق. وأخبر كايزر أيضا هذا نائب الرئيس بأن بعض أنظمة التشغيل الأحدث يصعب الحصول عليها من غيرها. أعتقد أن الكثير من هذه الشركات تحاول فقط جعل من الصعب على أجهزة إنقاذ القانون الحصول على البيانات من هذه الهواتف تحت ستار خصوصية المستخدم. لكن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تعني أن جهاز الأندرويد الخاص بك غير قابل للتلف، على الرغم من أن أداة سيليبرايت لا تعمل على بعض أجهزة الأندرويد، إلا أنها لا تعني أن المحققين لا يمكنهم استخراج البيانات التي يحتاجون إليها لإجراء تحقيق. هذه العملية تتطلب الكثير من العمل وتستغرق وقتا طويلا جدا. وفقا لمصادر فايس، يمكن حتى تكسير الأجهزة الجديدة تماما مثل الآيفون الجديد آيفون 11 برو ماكس، لكن العملية ليست سهلة مثل ربط الجهاز بأداة تكسير لإنجاز المهمة. ومع ذلك لا يزال التقرير يشير إلى أن بعض هواتف الأندرويد أكثر صعوبة في كسرها من أجهزة الآيفون، خصوصا الأندرويد 10، مما يجعلها بديلا أكثر أمانا إذا كان الأمن الخصوصية من الاهتمامات الرئيسية. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم أعزائي الكرام. ربما هذا الفيديو سيفاجئ الكثير من مستخدمي الآيفون وسيفرح الكثير من مستعملي الأندرويد 10 أو الأندرويد الجديد. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علي بالضغط على الزر لايك لكي تقوموا بدعمي فقط لكي أقدم المزيد، والضغط على الزر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقى دائما في متابعة باقي حلقاتنا قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله أعزائي الكرام. Peace.